يعني اكيد في البدايه النهارده هنتكلم عن التعادل السلبي اللي كان امبارح ما بين نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي في الجوله ال عشر في مسابقه الدوري العام دوري نايل بمسماه الجديد وعوده نادي الزمالك بقى لاول مباراه بعد التوقف الدولي وبعد الغياب عن المباريات الرسميه لمده شهرين يعني لو هنتكلم عن المباراه امبارح فنقدر نقول ان نادي الزمالك خسر نقطتين والناحيه الثانيه نادي الاسماعيلي فاز بنقطه امبارح قدام نادي الزمالك وقدام الفرص العديده والفرص الكثيره اللي اهدرها امبارح يعني نادي الزمالك خلال اللقاء ويمكن ده اللي كان بيدور عليه نادي الاسماعيلي منذ بدايه اللقاء. نادي الاسماعيلي نازل الماتش يعني بيلعب على الكونتر اتاك يعني جات له بعض الفرص على بعض يعني اوقات المباراه لكن دايما الليدر اللي كان في المباراه او كانت يعني شخصيه نادي الزمالك بعد اول ربع ساعه تحديدا من اللقاء هي اللي كانت فرض نفسها على الجيم وهي اللي كانت فرض نفسها على النادي الاسماعيلي ورغبه الفوز كانت واضحه بالنسبه بصراحه لعيبه الزمالك امبارح في ادائهم بقى المحترم امبارح في الشكل الجديد مع اللعيبه الجديده اللي كانت موجوده سواء الصفقات الجديده اللي كان فيها امبارح عبد الله السعيد اللي كان فيها امبارح محمد شحاته وبعد كده شفنا في الشوط الثاني ناصر ماهر كلهم بصراحه لعيبه امبارح عملوا اللي عليهم ونادي الزمالك امبارح ما قصرش بالنسبه اللي انت راجع بعد شهرين مفيش مباريات رسميه راجع على مباراه قويه جدا ومباراه امبارح كانت جماهيريه جدا يمكن امبارح الاجواء الجماهيريه سواء نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي اجواء جماهيريه كانت بصراحه كبيره جدا ما بين الجمهورين جمهور الاسماعيلي زي ما احنا شفنا يعني كان مقفل واجهه استاد الاسماعيليه ونادي الزمالك برضو الناحيه الثانيه يعني كان مالي حتته ومالي مدرجات نادي الزمالك بالكامل فكان في برضو بعض الضغط شويه على بعض اللعيبه اللي ممكن اول مره تلعب قدام جماهير كبيره وجماهير عريضه ومباراه كبيرة كلاسيكو طبعا زي ما احنا عارفين نادي الزمالك مع نادي الاسماعيلي هو الكلاسيكو الثاني بعد نادي الزمالك والاهلي فامبارح لو هنتكلم على المباراة فنادي الزمالك امبارح يعني يمكن بالتحديد في الشوط الاول لو هنتكلم الزمالك ضيع يعني فرصتين ثلاثة اجوان اجوان لو هنتكلم عن كرة اوباما اللي في العارضة لو هنتكلم عن الكرة اللي كانت لاحمد سيد زيزو اللي كان ممكن يحطها من مره واحده بس تقولت ممكن عادي اللعيب ما يوفقش في 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 لعبه في لمسته في تسديدته حتى على المرمى واوباما كملها على المرمى لكن تصدى ليها يعني مدافع النادي الاسماعيلي يعني امبارح زي ما انا بقول لكم بصراحه ما كانش في توفيق حتى الشوط الثاني انت سيف الجزيري يعني لما نزل الشوط الثاني بصراحه كان يعني بصراحة برضو امبارح غير موفق بالمرة سيف الجزيري مش عايزين نقصه على اللاعب مش عايزين نحمل اللاعب امبارح سيف الجزيري يمكن يعني من كتر ما هو زعلان على الفرص اللي ضاعت أو الفرصة اللي ضاعت الراجل كان النجيلة حرفيا في الماتش ويمكن دي لقطة الناس كلها شافتها فنادي الزمالك امبارح قدم بصراحة مباراة محترمة مباراة امبارح حتى المجهود البدني واضح ان نادي الزمالك اشتغل الفترة اللي فاتت على النواحي البدنية بشكل مميز جدا يعني لو هتكلم معاكم عن شيكابالا شيكابالا لحد دقيقة خرج فيها من أرض الملعب كان بصراحة من أحسن لعيبة نادي الزمالك محدش بقى يكلمني في سن محدش حدش يكلمني في حاجة شيكابالا امبارح وكل لعيبة بصراحة كانت واقفة على رجليها بشكل محترم جدا وبشكل كويس جدا